تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا في بداية الحلقة نرحب بطاقم البرنامج معنا، فريق البرنامج في التنسيق أحمد سلامة، صبحك الله بالخير، وكل التحية لمخرجنا المبدع دائما ناصر السليمي، وهذه تحية كذلك للدكتورة ندى الملا، صبحك الله بالخير. صباح الورد، وهذه تحياتي محمود يوسف العلي. خلينا أكمل. هو مو قال أمس ما بي اليوم، بس الحمد لله الحمد لله يعني اليوم محمود وانضم لنا على الهواء. شكلك انت مستانسة يعني انت بضاجة حس. لا هذا أنا مبتسمة ومستانسة. يوم الأربعاء، اليوم الأربعاء ما حد مفروض يكون زعلان، باكر الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع، ويوم المرأة العالمي باكر بعد، يعني يوم للمرأة. في يوم للرجل محمود؟ في يوم للرجل. صدق متى؟ شهر 11 صح؟ لا بقول لك انت بس خلينا ليه ما يتذكر. فذكرك بارقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. فمن باكر يوم المرأة انا ما بكون موجودة. قصة يوم المرأة شو بلا يعني، هاي روحها قصة بعد سالفة يعني بخبرت عنها بس بعدين. عموما ليش ما بتكوني موجودة؟ عندي باكر المؤتمر، يبوني اتكون متحدثة فيه لاني اشجع المرأة. شجع الوصل. طيب أرقام التواصل معنا رد نذكرهم 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب دراستنا الأولى ما نتكلم عنها، حيث أظهرت نتائج دراسة أجريت على الفئران المخبرية ولا الفئران المخبرية أن الحمية الغذائية ذات ملوحة عالية تقلل من كمية الدم المتدفق إلى الدماغ وسلامة الأوعية الدموية، كما أنها تقلل من القدرات المعرفية. وجاء في الدراسة التي نشرها باحثون في نيوروساينس أن هذا ليس بتأثير ارتفاع ضغط الدم، بل إشارة من الأمعاء على الدماغ، على دماغ منظومة المناعة. انزل. تؤكد النتائج التي حصل عليها الباحثون أنه حتى قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتضرر الأوعية الدقيقة في الدماغ، ترسل الأمعاء المالحة إشارات لتهيئة الأرضية اللازمة لمختلف التغيرات الضارة، رد فعل منظومة المناعة. لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تركيز الملح يظهر في أعمائهم الدقيقة رد فعل مناعي يؤدي إلى توسع الخلايا اللمفاوية، شو اسمها العلمي هذه؟ TH17، وارتفاع مستوى الانترلوكين 17. أوكي، الذي يسبب تلف الطبقة الداخلية للأوعية الدموية في الدماغ، نتيجة لهذا تنخفض كمية الدم الواصلة إلى منطقتي الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة، وتتقلص القشرة الدماغية والحصين. تذكرين الحصين؟ إنزين. وهذا يحصل حتى عند عدم وجود ارتفاع لضغط الدم. ويشير الباحثون إلى أنه عند عودة الفئران إلى التغذية الطبيعية أو إعطائها أدوية تكبح الإشارات المبعثة من الأمعاء، تعود لقدرتها العقلية والمعرفية إلى مستواها الطبيعي. ومن نتاج هذه الدراسة اكتشف الباحثون طريقة لإنقاذ الأوعية الدموية في جسم الإنسان من التصلب وتخليصها من الكوليسترول الذي يؤثر سلبا في حالة الأوعية الدموية، ممكن يؤدي إلى الوفاة. محمود شوف هالدراسة شو تقول؟ تقول لحظة قبل هذا منو يلعب في الكمبيوتر؟ ناصر عندي. ناصر خلي الكمبيوتر شوي. زي قولي. ف
شوف هالدراسة شو تقول، تأكد على مفهوم احنا دائما من زمان النادي فيه، هي أهمية زيادة الملح في الأكل. كثير من الناس كانت تقول أنا صح أتناول أكل غني بالملح ولكن ضغطي عادي. هاي الدراسة تثبت أن مع أن الناس اللي ضغطهم عادي وغير مرتفع بسبب زيادة الملح، إلا أن الملح لا نتاج ممكن تقول مثل تأثير السموم على أغشية الأمعاء عندنا وعلى الدماغ، فممكن تأثر على عمل الأمعاء وعمل الدماغ. لأن اللي يستوي يا جماعة اللي احنا ما نفهم، احنا نعتبر دائما الملح شيء بسيط وعادي، ولكن الملح هي مادة تعمل على تؤثر على توزيع السوائل في الجسم. يعني لما الخلية يكون فيها مستوى الملح عالي حتى لو الضغط مو بعالي، يأثر على يسمونه shifting of fluid، يعني تحرك الماء والسوائل بين الخلايا وخارج الخلايا، فيأثر جدا جدا في البطانات المبطنة، الأغشية المبطنة الأمعاء هي بطانات المبطنة، أنا محمود أرد أكد بطانات المؤكدة المبطنة الأمعاء والدماغ. فالناس دائما تسأل اوكي شو الكمية الصحيحة للملح، هذا السؤال دائما ينطرح، دكتورة كم كمية ملح هي كمية الصحيحة او الصحية؟ دائما نقول حطوا ملح يعني للتذوق، يعني لما تذوقون الاكل ما يكون طعمه مثل ما احنا نسميه بالعامية التهم. لكن الخطر احنا دائما من الملاحة، دائما احنا نقول لا تحطوا ملاحة على طاولة الطعام، لا تزيد ملح على الاكل. وطبعا بعض الاكلات غنية جدا بالملح، مثلا احنا عندنا في الامارات بناكل المالح، المالح السمك المالح غني جدا 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 بالملح، الجشيد بعد شو ناكل الاكل مالح، المخللات هذه غنية جدا بالملح. اذا حابين تاكلوا مخلل شوي اغسلوه قليلا بعدين خللوه، بعدين خللوه هو مخلل اوريدي. يوم الرجل العالمي 19 نوفمبر قلت لك شهر 11 اتذكر. انزين شو قصة يوم المرأة؟ شو قصته؟ عام 1856 هذه السنة شهد خروج يعني آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على شو؟ على الظروف اللا إنسانية اللي كانوا يعني الحريم يجبرن على العمل تحتها. طبعا الشرطة اشتغلت على تفريق هذه المظاهرات ونجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، وبكذا برزت كقضية ملحة لابد من النظر فيها. هذا المشهد تكرر أيضا في 8 مارس، ردوا آلاف العاملات من النسيج للتظاهر مرة ثانية في شوارع نيويورك، هذه المرة يعني هم يتظاهرون بالخبز اليابس وباقات الورد، كان هذا الرمز مالهم. زين رمز الاحتجاج اللي كانوا يطالبون فيه بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال والنساء، يعني واعطاهم حق التصويت أو الاقتراع. هذه حركة الخبز والورد شكلت بداية حركة النسوية داخل الولايات المتحدة اللي تطالب بكافة حقوق المرأة، بالحق السياسي والمساواة في ظروف العمل. ويعني بدت أول احتفالية بعد مرور سنة من نفس اليوم، كان الاحتفال هذا تخليدا لهذه الاحتجاجات النسوية، ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا وتم تبني اليوم هذا على الصعيد العالمي بأن يوم خاص للمرأة. عام 1977 يوم تبنتها منظمة الأمم المتحدة واعتمدتها لأول مرة. زين ليتحول إنه رمز لنضال المرأة وحقوقها اللي يحتفل بها سنويا. الحين المشكلة وين؟ المشكلة في فهم حقوق المرأة، في فهم حقوق المرأة من قبل المرأة ولا من قبل الرجل؟ من قبل المرأة. زين كيف؟ يعني هي لازم تفهم شو هي حقوقها، شو الأمور اللي لازم تنادي بها. نحن الحمد لله في دولة الإمارات المرأة تبوأت مكانة عالية جدا في مختلف الأصعدة، سواء كانت السياسية، سواء كانت في العمل، سواء كانت في المنزل، سواء كان يعني المرأة هي الكل في الكل تبغين الصدق. شكرا شكرا. هذا بمناسبة يوم المرأة العالمي. طبعا المرأة تشكل ما بنقول نصف المجتمع، لأن هي تشكل نصف، ولكن تهتم بالنصف الآخر من المجتمع، الرجل والطفل. احنا خلينا ندور حقوق الرجل نحن.
هذه تحية لكل امرأة. مو لازم تكونين امرأة ذات منصب في دوامك عشان تكونين تشعرينك انت انتجتي. هالفكرة الخاطئة انا ما احب النساء تكون عندهم، انا لازم اكون مسؤولة في دوامي وامر وانهي وانجز عشان انا اعتبر نفسي امرأة منجزة. المرأة ممكن تنجز هي قاعدة ببيتها تربي عيالها وتهتم ببيتها، هذا اكبر انجاز، لان نواه المجتمع تكون من البيت. أسرة متماسكة وأطفال متربيين تربية سليمة يطلعون غدا أشخاص ناجحين في المجتمع. هذا اللي احنا نبغاه طبعا من دور المرأة، وبإضافة طبعا لإنجازاتها كموظفة وكعاملة. طيب قبل أن نطلع فاصل بس نظرة سريعة على الرسائل اللي وصلتنا. مرحبا يا هلا، برنامجكم عن شو بالضبط؟ طرح مواضيع ولا كيف؟ وبعدين هبت فينا الأخت تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا وزارة الصحة ويا أطباء ويا مسؤولين على أهمالكم بالمستشفيات. طيب أول شيء هدي أعصابك، خلينا نعرف شو الموضوع. إذا عندك قدرة أنك أنت تكلمينا على الهواء على 600-551-414 يا ليت تكلمينا، أو بعثينا مسج عشان نشوف رقمك نحن عندنا على 4006، إذا ما بحابة تحطينا على الانستغرام لايف ويكون أفضل، يعني أنك أنت ما تحطين على أساس ما يزعجونك الناس. يا ليت تتواصلين معنا، نبغى نعرف شو الموضوع. مو زين تحسبين على الناس كذا مني والدرب، يعني بعد الدكاترة وهذه المساكين يشتغلون ويحاولون انهم يقدمون لكم خدمات، ف يعني خلينا نسمع منك. بالضبط. المهم صباح الورد للدكتورة ندى، بس زين صباح الخير دكتورة. البالط الطبي ممنوع خارج العيادة، شو رايك؟ هي انا مؤيد عشان كذا بس انا جاي الاستوديو فقط. انزين صباح العسل الاستاذ محمود، بعد مدلعيني حوده بعد. أما بالنسبة للعسل فهو فيه شفاء للناس. كلام سليم محمود يعني. خفت ظل محلي، شكرا لكم. سلام. أكيد. صباح الخير دكتورة، صباح النور. إذن هذه معظم الرسائل اللي وصلتنا، أرقام التواصل ما نذكركم فيها مع عودتنا مع الفاصل الأول، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. واختي اللي كانت زعلانة. تشتكي وزعلانة، يا ليت تعطينا رقمك ولا أن تتصلين فينا. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. أختنا تقول بس تهدى أعصابي بحاول أتصل حاليا. أي وقت نحن البرنامج لكم ومنكم وإليكم. أشكرك الدكتورة ندى صديقتي. لسه بحكي صديقتي في المدرسة ويا بعض كنا في الإعدادية. كانت صديقتي من الوناسة أنا سمعت صوتي يعني. كنا في الإعدادية بس أنا ربت بيت ولله الحمد. الحمد لله يعطيك الصحة والعافية. وأنت دكتورة ولله الحمد. ولله الحمد. كل واحد يعني لما سخر له، في ناس تكون ربت بيت، في ناس تكون دكاترة، في واحد تكون رائدة فضاء، سبحان الله ما تعرفين. صحيح. من ببرعي لأبو يوسف كلت 4 حبات سنطرة و4 حبات تفاح، والحمد لله رب العالمين. أخوكم ببرعي، والخير أربعة، ابتعد من السكر والملح والبهارات الحارة. والسنطر شو يا ببرعي؟ مو سكر. لا ببرعي. شو السنطرة؟ اللي هي البرتقالة الصغيرة؟ لا شو يسمونه؟ يوسف أفندي. يوسف أفندي. أيوة عشان يعرفونها الناس. نعم. عموما عندنا ما نتحدث عن إنقاذ طفل من أطفال الخدج، ولد وزنه 4.5 جرام. يعني هذه دكتورة شو رأيك في 4.5 جرام؟ اي تعال نسأل الدكتور نقول بالضبط كم. دكتور خالد العطوي استشاري طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة في مستشفى لطيفة، صبحك الله بالخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. اول شيء دكتور عطنا ملخص عن الطفل و كم وزنه كم وزنه والحالة نفسها كيف كانت، وهل هذا يعني 4.5 جرام؟ والطفل لما 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 يطلع كم وزنه المفروض يكون دكتور؟ اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الـ في بس تصحيح بسيط، هو الوزن 445 جرام. 445. ايوه الحين ممكن يكون 0.45 كيلو. نعم. يعني هي 0.45 كيلو او 445 جرام. صحيح. الطفل دوت اتولد في شهر اكتوبر الماضي. كان احد التوأم، التوأم الثاني بتاعه للاسف ما قدرش يكمل، لان وزنه كان 380 جرام. نعم.
طبعا في مستشفى لطيفة في العام الماضي بدأنا اللي هو استخدام الساعة الذهبية الحرجة للطفل الوليد، وهي ان احنا نعمل موائمة للأجواء الداخلية داخل الرحم مباشرة بعد الولادة في أقل وقت. نعم، لأن لوحظ ان الفترة دي هي اللي بتسبب تقليل المضاعفات للطفل المولود خدش بهذا العمر وبهذا الوزن، اللي هي ان احنا نحافظ على درجة الحرارة، ما نستخدمش أجهزة التنفس الصناعي بكثرة، يعني نحاول نخفف من استخدامها، ندي التغذية المناسبة لموائمة السعرات الحرارية داخل الرحم. كل الأمور دي طبقناها وبدأنا نطبقها، والحمد لله مع الطفل دوت ربنا أكرمنا كتيم متكامل، تمريض وأطباء سبورتد بالإدارة، إن احنا نوصل للإنجاز ده الحمد لله. جميل الدكتور، التوأم مثل ما ذكرت بس كم أسبوع كانوا مولودين، وشو سبب الولادة المبكرة عند الأم؟ مولودين 24 أسبوع، بداية 24 أسبوع. نعم. سبب الولادة أن الأم كان عندها ضغط مصاحب للحمل، مما يتوجب لأن ما حصلش عليه كنترول. نعم. فكان لازم التوليد للأطفال، فعملوا لها قيصرية إمرجنسي. طبعا نتحمد الأم بالسلامة وللطفل اللي أنتوا أنقذتوا الحمد لله حياته. دكتور طبعا في هني طرح السؤال، شو سبب أن يعني في أطفال يولدون قبل موعدهم غير ارتفاع ضغط الأم عند ارتفاع الضغط عند الأم؟ الولادة المبكرة بتكون عدة أسباب، بتكون ضغط الأم، بتكون طبعا هنقسمها الأول اللي هي ممكن تكون أمراض جينية أو كروموزومات، اختلال في الكروموزومات، ممكن يكون أمراض في الأم نفسها، يكون عندها القلب أو عندها الضغط المصاحب للحمل، أو يكون عندها سكر غير ما مش قادرين يسيطروا على السكر بتاعها، ممكن يكون عندها التهابات، هو دوت الحاجات الخاصة بالأم. ممكن حاجات تكون خاصة بالطفل، إن هو المشيمة بتكون مختنقة أو الحد السوري بيكون مختنق على الطفل، فبنضطر إن احنا ننزل الطفل مبكر عن وقته. جميل. دكتور خالد، شو الخدمات اللي يوفرها مستشفى لطيفة للأطفال الخدج؟ المستشفى بتوفر طبعا الخدمات الابتوديت اللي هي العالمية، ما فيش تقصير من الإدارة من الحكومة. عندنا أجهزة تنفس صناعي ذات التردد السريع، عندنا جهاز النيتروك أوكسيد اللي هو بنستخدمه في حالات الانقباضات الشريان الرئوي والضغط الرئوي عفوا. في عندنا أجهزة التبريد، لأن في بعض الأطفال بتولد الأكسجين قليل عندهم، فبنبرد الطفل إلى درجة 32 إلى 34 درجة مئوية. صحيح. في عندنا فرق عمل اللي هو الساعة الذهبية الأولى، فرق عمل لتحسين نسبة الالتهابات والانتاءات، ففي فرق عمل كثيرة لتحسين النتائج الحمد لله. جميل. دكتور خالد، كم عدد الأسرة الموجودة في مستشفى لطيفة مع التوسعة؟ بعد التوسعة عندنا 64 سرير بالكامل، ممكن نستقبل أكثر حوالي 30 حالة حرجة اللي هم بيكونوا محتاجين أجهزة تنفس صناعي. طيب دكتور، أنا بس بعض الأسئلة من الجمهور على السريع دكتور، يمكن ما له علاقة بشكل مباشر بالحالة اللي كانت موجودة عندنا في مستشفى لطيفة، ولكن يسألون هل يعطون الطفل المولود ماء ولا يكتفى فقط بالرضاعة الطبيعية، ومتى يمكن إعطائه الماء؟ والله الرضاعة الطبيعية فيها الحليب فيه ماء ودوت هو يكفي، والماء ممكن بعد يعني على الشهر الرابع، لكن عامة إذا الحليب الأم يكفي وفي عندها إدرار كويس فحليب الأم هو الأنسب لكل شيء. صحيح. جميل. هل يوجد نظام الأمن للرضع مثل مستشفى دبي، حماية الأطفال للرضع في مستشفى لطيفة يقصد؟
بالنسبة لل هو النظام دكتور عاملينه في مستشفى دبي نظام جميل جدا إنه يحطون مثل الأساور أو شيء خاص. نعم موجود عندنا هنا هو برضو نفس النظام للأمن والسيكوريتي إن كل طفل بيكون عنده زي سوارة وفي سيستم أمني يتابع الحالات باستمرار. طيب بناتي 1 كيلو والثانية 810 جرامات ولده 2007 الحين 11 سنة ولله الحمد. الحمد لله الله يخليهم لك. الحمد لله ما شاء الله. هذا خالد يتكلم. طيب دكتور أبرز الأجهزة العالمية المستخدمة لعلاج الأطفال الخدج في مستشفى لطيفة بما أن مستشفى لطيفة واحد من المستشفيات المتقدمة في هذا المجال. تمام. احنا خبرنا ان هو عندنا الاجهزه الجهاز التنفس الصناعي ذات التردد السريع واحد. اجهزه التبريد جهاز النيتروك اوكسيد طبعا الحضانات او الانكيوبيترز على احدث مستوى اجهزه التنفس الصناعي كلها اب تو ديت فاجهزه المتابعه للوظائف الحيوية برضو up to date في المستشفى لطيف. طيب دكتور نحن يعني قبل أن نختم معاك اللقاء نصيحة تبغي توجهها أو كلمة أخيرة تبغي تقولها في هذه المناسبة؟ أوكي أنا بس أحب أوجه لكل أب وكل أم عندهم طفل خديج إن هم ما يحسوش بتأنيب الضمير لأن هي ديت أول حاجة بيحسوا بيها إن هم السبب في الولادة المبكرة والمشاكل التي قد يتعرض لها الطفل فإحنا عاوزينهم ما يحسوش بهذا التأنيب الضمير ويبقوا جنب الطفل برضو وهو دوت اللي احنا بنطبقه هنا هوت اللي هو بنعمل نظام الكنجرو كير اللي هو المرافقة ما بين الطفل والأم والأب أيضا عن طريق ملامسة الجلد مباشرة بعد الولادة وفي كل الأوقات وكلما يحصل الكنجرو كير أكثر كلما بيساعد في تحسن النتائج إن شاء الله. جميل جدا دكتور نحن شاكرين لك هذه المداخلة دكتور خالد العطوي استشاري طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى لطيفة شكرا جزيلا لك. أيضا دكتورة يعني الدكتور تطرق في مواضيع مهمة جدا وكثيرة ولكن أيضا يعني هذه يعني مشيئة رب العالمين صحيح في النهاية بالضبط صحيح يعني الولد طلع قبل بعد كله مشيئة رب العالمين يعني الحمد لله نحن عندنا أمور كثيرة متطورة في هذا المجال الحين علم التطور بعد محمود ما شاء الله الأطفال ممكن يولدون 24 أسبوع مثل ما ذكر الدكتور ما شاء الله ما شاء الله الولد يعيش ويكون في كافة الأجهزة للتساعد أنه يعيش خارج رحم الأم فالحمد لله الوضع مو مثل قبل كم سنوات ما كان في كل الخدمات ولكن الحمد لله فضل من الله عندنا وايد خدمات الحين تساعد الأطفال الخدج الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن الاتصال علي للضرورة المصرح العام عندي ملاحظة جدا ضرورية والخاصة بالعلاج داخل الدولة وأحمد كلم الرجال شوف إذا بيطلع معانا على الهواء ما أسمعك أنا أحمد إذا بتكلم أوكي ممتاز هو يقول لي أحمد كان يعني باعث المسج مرة ثانية بالغلط كان مفروض لي البث المباشر عموما أخواني أرجو معذرة أعتقد سبب الولادة مبكرا أن الطفل يستعجل لشوفة أبوه منطق والله ممكن يمكن شوفت أمه ليش أبوه لا أمه ترى هو حن معاها يعني بس هو مستعد يبغى يشوفه زين طيب نطلع فاصل بعد الفاصل بإذن الله عندنا موضوع جميل ما نتحدث عنه شو موضوعنا الجاي نتكلم عن يوم المرأة العالمي وبعض المشاريع الخاصة بعام زايد اوكي ما شاء الله مذاكرة هي مذاكرة أنا الحلقة ترى ما كنت بتيلا فعشان كذي ذاكرت زين يلا عموما فاصل وبإذن الله راجعين صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام سيف الهرمود يقول صباح الخير من بلد يعشق الإنجازات صباح الخير من بلد الطموح والنماء اللهم احفظ دولة الإمارات وأدم عليها نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين وفقكم الله في أعمالكم وحفظ أبنائكم وجعلهم قرة عين لكم وللوطن اللهم آمين طيب موضوعنا الجاي
موضوع جميل جدا في فعالية قادمة إن شاء الله من الفعاليات المميزة، فيها العديد من المواضيع اللي سوف تطرح من خلال هذه الفعاليات ضمن عام زايد. يعني الكثير من المناسبات تتجمع في مثل هذه الفعاليات. نحن نتعرف على هذه الفعاليات، ضيوفنا في الاستوديو حاليا اللي موجودين معانا استاذ خالد الجلاف والاخت رورا المهيري. انزين حياكم الله. الله يحييك. انا بحول الكاميرا عليهم انت تسأليهم. انزين نبتدي بما ان باكر يوم المرأة العالمي، راح نبتدي مع روضة. روضة خبرينا عن ما هي الفعاليات اللي انتم بتسوونها العام زايد، وفي احتفالية بعد ذكرتيها اللي بتكون موجودة. بتكون عندنا فعاليات او حفل تدشين فعاليات عام زايد. نعم. بتكون ان شاء الله في تاريخ 12 مارس. بتكون الفعاليات كالتالي، بيكون في افتتاح معرض صور وكتب للشيخ زايد المؤسس بالتعاون مع الأرشيف الوطني لوزارة شؤون الرئاسة، تدشين معرض الكتاب السنوي بيشترك مع 14 دور نشر. نعم. في تنظيم مؤسسة أرض الكتب. تدشين كتاب زايد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالتعاون مع دار النشر إكسبلورر. افتتاح معرض صور الشيخ زايد المصور رامي شوكلة الذي صور صورة الاتحاد. فقرة الحكواتي للتغذية السليمة للأطفال. فقرات التثقيف الصحي للكبار والأطفال لزيارات المدارس والجامعات. افتتاح جناح للطوابع التي تحمل صور الشيخ زايد والعملات. جميل. بالتعاون مع جمعية الإمارات للطوابع وخبير العملات الإماراتي الأستاذ عبد الله بن جاسم المطيري. افتتاح جناح الطوابع الخاصة بالمرأة بالتعاون مع جمعية الإمارات للطوابع. فعاليات أقرأ وتبرع للتشجيع على التبرع بالكتب. تدشين مبادرة سنوية بتصفح محتويات مكتبة رشد الطبية الإلكترونية مجانا تزامنا مع خلال شهر القراءة اللي هو اللي أطلقه الشيخ محمد بن راشد. صحيح. العام الماضي. طيب أستاذ خالد الجلاف، أنت رئيس فريق عام زايد في هيئة الصحة، وأيضا ترأس العديد من الفرق الثقافية واللجان في هيئة الصحة بدبي والخاصة بالمعرفة، وأنت أحد الرجال يعني اللي من الأسماء المعروفة أيضا في مجالات الثقافة والفنون، خطاط ما شاء الله عليك، عندك العديد من المواهب. هني أبغي أتحدثنا عن هذه اللجنة أو هذا الفريق اللي تم تشكيله لعام زايد في هيئة الصحة بدبي. خبرنا عن هذا الفريق وشو اللي تسعون إلى الوصول له من خلال الأنشطة والبرامج اللي تقومون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما أن صدر القرار السامي بتسمية عام 2018 عام زايد بمناسبة مئوية زايد، حتى يعني شكلت الهيئة فريق عمل من موظفين هيئة الصحة من تخصصات مختلفة. نعم. للبحث في كيفية الاحتفاء بمؤسس دولة الإمارات وقائدنا رحمة الله عليه. وكانت الفكرة على أن نحاول أن نظهر دور زايد في محاور كثيرة، محاور في مجال التنمية الصحية، في محاور الثقافة، في محاور الفن، في محاور الإنسانية، في محاور الرياضة، في محاور، فكل هذه المحاور يعني جعلنا لها فعاليات و يعني مبادرات سوف يتم الاحتفال بها على مستوى على مدار السنة. لا. بدأنا في شهر فبراير وسوف ننتهي بإذن الله تعالى في شهر ديسمبر من هذا العام. ما تحدثت عنه الأخت روضة هو يعني تدشين رسمي للفعاليات، وسوف يعني يمثل كافة المحاور التي يعني تحدثت عنها. ففي محور الفن والثقافة هناك راح يكون في ورشة لفن الخط العربي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي. فيما يعني يخص الرسم هناك أيضا فنان سيقوم بالرسم الحي أمام الجمهور. فيما يتعلق بالثقافة هناك كما ذكرت المكتبة، وهناك أيضا كتاب الشيخ زايد وكتاب أيضا الكتب الأرشيف الوطني. أيضا فيما يتعلق بالجانب الإنساني
هناك أيضا سوف يكون حديث عن المبادرات التي سوف تنظمها هيئة الصحة الإنسانية منها خلال عام زايد. أيضا في المحور الرياضي لا يمكن أن ننسى أيضا أن هناك أنشطة عديدة في الجانب الرياضي, وقبل يومين تم الإعلان عن مبادرة مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية. نعم. سوف يكون أيضا هناك نوع من التسويق لهذا السباق من خلال المبادرة. بتشارك فيه دكتور ندى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. هي قائلة بشارك. ولكن بما أننا إحنا في شهر مارس وفي عام زايد وفي يوم المرأة, فإذا إحنا في هيئة الصحة وكفريق عام زايد فكرنا بأن هذا اليوم يكون ثلاث احتفالات في يوم واحد. السلام. احتفال بعام زايد. نعم. وتدشين أيضا شهر القراءة في هيئة الصحة من خلال يعني حزمة من المحاضرات والورش. جميل. أيضا هناك ندوة فكرية حول المرأة في فكر زايد. ممتاز. المرأة في فكر زايد سوف نستضيف مجموعة من المتخصصات المواطنات ممن عاصرنا زايد وتأثرنا بفكره, واليوم لهم دور كبير في الثقافة وفي الفكر وفي التعليم. صحيح. منهم الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذة التاريخ والمجتمع في جامعة الإمارات, منهم الدكتورة موزة شرهان اللي هي أيضا رئيس جمعية الإمارات الطبية وأيضا رئيس قسم المختبرات في مستشفى دبي. منهم الدكتورة كريمة الشوملي اللي هي أيضا أستاذة في كلية الفنون والتصميم في جامعة الشارقة. وسوف يدير هذا الحوار يعني إعلامية سوف نتحدث عنها قريبا إن شاء الله الأستاذة أيضا فضيلة المعيني تمثل الجانب الإعلامي في دولة. جميل. الإمارات. جميل. نحن نأخذ هذه المداخلة من أخونا عادل. عادل موجود معنا؟ صباح الورد يا عادل. ألو. ناصر. لا. طيب نستكمل حديثنا لما يجهز معنا عادل إذا طالع على الهوى. أرجع حق اختي روضة. روضة يعني هذه الفعاليات وين بتكون, وهل الدعوة مفتوحة للجمهور, وكم مدة الفعالية, كم يوم بتكون, شهر, أسبوع, يوم واحد, خبرينا التفاصيل هذه أكثر, وكيف الواحد ممكن أنه يدخل في جو هذه الفعاليات. الفعاليات بتكون إن شاء الله الأسبوع الجاي بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم. بتكون من تاريخ 12 مارس لين تاريخ 15. بتكون إن شاء الله الدعوة عامة للمدارس والجامعات وكافة المجتمع. من الساعة كم للساعة كم؟ تكون من الساعة 11 الصبح لين الساعة 1 ظهرا. أوكي. بتكون في فترة مسائية. فترة مسائية بعد في عندكم فعاليات؟ هي بتكون في فعاليات في الفترة المسائية. جميل. نعيد مرة ثانية, بتكون في ندوة الثقافة والعلوم من الساعة 11 لين 1, وفي الفترة المسائية من الساعة 5 لين الساعة 8 لين الساعة 8. انزين. الدعوة عامة للجمهور ككل. التاريخ كم بيكون؟ بدء من يوم 11 اللي هو يوم الأحد. أوكي. للمدارس, لكن الافتتاح الرسمي راح يكون يوم 12 إن شاء الله. يوم 12. إذن يوم 11 بيكون للمدارس و12 للعامة الافتتاح الرسمي, وأيضا ما ندخل كذلك لمدة أسبوع يعني لين يوم الخميس 15 بإذن الله تعالى. ما أريد يعني أن نحدث عن الأخ محمود أن مواكبة لعام القراءة. نعم. أو شهر القراءة راح يكون أيضا هناك عندنا محاضرين متميزين. ذكرنا اللي هو المصور رميش شوكلا. معروف. المصور معروف سوف يكون متحدث عن ملازم ما شاء الله. نعم. كان ملازم للشيخ زايد فترة طويلة. صحيح. وأهدانا أهم صورة اليوم نحتفل بها اللي هي صورة الاتحاد. راح تكون أيضا مع رئيسة مهرجان طيران الإمارات للآداب اللي هي إيزابيل بالهول. سوف تتحدث عن موضوع مهم جدا, الأم والقراءة. جميل. دور الأم والقراءة, وهذا راح يكون إن شاء الله يوم الأثنين مساء يوم الأثنين من الساعة 7 في ندوة الثقافة والفنون. وسوف يكون معنا أيضا خبير من الأرشيف الوطني اللي هو عبد اللطيف الصيادي يوم الخميس إن شاء الله, ولكن في الفترة الصباحية. طيب إذا تسمح لي بس أخذ عبد الرحمن معنا. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، هلا أخوي تفضل. جزاكم الله خير وبارك فيكم. أنا حقيقة متابع للبرنامج، أحب الأستاذ محمود والدكتورة وكل الضيوف. حقيقة من لا يستمع إلى الفقرة هذه من أولها يظن أن المتحدث ربما وكيل وزارة الثقافة أو شخص من هذا، لكن الذي أعلمه أنه هذه مبادرات وزارة الصحة، وطبعا هذا جميل أن تشارك وزارة الصحة أو هيئة صحة في مجالات أخرى وسياقات أخرى ثقافية بحتة، هذا جميل، وهذا يدل على ابتكارات وعلى رؤية واسعة وعلى تخصص الأستاذ الجلاف يحفظه الله في وعشقه لهذا المجال، مجال الثقافة. هذا الأمر جميل جدا، لكن ما أدري هل سبق الحديث في مبادرات في ميدان الصحة في عام زايد، مبادرات فاعل، مبادرات تتذكرها الناس، أمور تدخل السعادة على المجتمع، المواطنين والمواطنين. شكرا الله تعالى لكم. شكرا جزيلا لك يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا. نعم طيب، باخذ بس عادل وبعدين ما نرجع ما نجاوب على مداخله عبد الرحمن. عادل صبحك الله بخير. سلام يا هلا. كيف حالك؟ خير الله. اختصر لي عادل لانه ما عندنا وقت. وجزاكم الله خير على هالمبادرات القيمه في عام زايد رحمه الله. المبادره اللي حاب اقدمها وخصوصا اعطيه فكره لضيفكم الكريم، لان لديه خلفيه على عادل تختصر لي لان عندي الوقت. نعم. قاعد يمضي. اختصر. نعم. لي الله يخليك. شو المداخله عندك؟ هو انا حاب ادخل مبادره حق الناشئه والاطفال، هي بمثابه ضربه استباقيه لمحاربه السمنه وداء السكري، والعمل على نمط حياة صحي سليم، وذلك عن طريق النشاط الفني، بمعنى يا مسرحي أو كرتوني. أنا عندي سيناريوهات جاهزة، عندي سيناريوهات جاهزة فيما يخص هذا العمل، وهي عبارة عن أناشيد ملحنة جاهزة، لازمها بس أنا ببحث على دعم. طيب. مادي في هذه الأمور. جزاكم الله خير. اذا سمحت لي اخي الله يخليك عادل، والله الوقت قاعد يداهم. ولا نعطيه النبذه للريال، نعطيه النبذه بس يفهم الموضوع. طيب عادل، ممكن انا اخذ رقمك تحت الهواء واوصلك مع الاستاذ خالد الجلاف بعد البرنامج اذا تسمح لي، بس عشان وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب نرجع لموضوع عبد الرحمن. استاذ خالد، نعم، الموضوع اللي طرحه الأستاذ عبد الرحمن موجود في ضمن أجندتنا، ولكن نحن اليوم لم نعلن عن كل الفعاليات. الفعاليات سوف تأخذ مشوار سنة كاملة إلى ديسمبر. هناك مفاجأة جميلة جدا سوف نعلن عنها في وقتها إن شاء الله، تخدم القطاع الصحي وتخدم أيضا فئة الغير قادرين على تحمل أعباء العلاج إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه إن شاء الله سوف نعلن عنها قريبا جدا حتى تعتمد 100%. هي تقريبا شبه معتمدة، ولكن من أهم الأنشطة اللي راح نعلنها إن شاء الله في الأيام القادمة هو هذا، وراح نأتي إن شاء الله إليكم ونعلنها من خلال منبركم بإذن الله تعالى، وسوف يسعد بها عدد كبير من شريحة المجتمع. جميل جميل. طيب روضة، يعني شو تبغين تخبرينا يعني عن هذه الفعالية، ونحمس الجمهور على أساس أنهم يحضرون هذه الفعالية، وباخذها ككلمة أخيرة بعد كذلك تبغي توجهينا من خلال هذا اللقاء. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله جميع المستمعين والمشاهدين مدعوين لحفل تدشين، وإن شاء الله بيكون هناك في توزيع كتاب الشيخ محمد بن راشد، ونتمنى لكل اللي يسمعونا الحين يكونوا متواجدين في حفل فعاليات عام زايد. أي كتاب بتوزعوه ما شاء الله؟ كتاب زايد للشيخ محمد بن راشد، قصائد الشيخ محمد إن شاء الله. طيب في نسخة حقي ولا؟ تشرفنا وإن شاء الله خير. وحق الدكتورة لدى بإذن الله تعالى، وحتى ناصر إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحن شاكرين لكم كذلك أستاذ خالد، يعني إذا تبغي بعد ككلمة أخيرة تبغي توجهها في هذا المجال قبل أن نختم هذا اللقاء الجميل.
طبعا الكلمة اللي قالها انه كأنه اللي يتحدث في وزارة الثقافة، لا احنا مش احنا هيئة الصحة، ولكن المؤسسات في دبي عودتنا انها تكون يعني شريكة في جميع المجالات، ولما نحن نحتفي بالشيخ زايد لا نحتفي به من منظور صحي فقط، انما نحتفي به من جميع المناظير ان شاء الله. ونتأمل ان شاء الله مثل ما ذكرت اختي روضة ان الكل يكون موجود، لان المحتفى به عظيم في نفوسنا وفي قلوبنا وحاضر في مستقبلنا، وأيضا الفعاليات هي مفتوحة للثقافة وللفكر، وفي أيضا الاستزادة من ناحية الثقافة الصحية والثقافة الغذائية إضافة إلى الثقافة الفكرية الأخرى. الكل مدعو، نتأمل أن نكون في مستوى المحتفى به إن شاء الله، وأن يلقى الاحتفال وتلقى الفعاليات على مدار السنة إن شاء الله قبول المتلقين. نحن شاكرين لكم هذه الفعاليات، وإن شاء الله ما نتواصل معاكم على مدار العام بخصوص كل الفعاليات اللي تقومون فيها. أنا أتوجه بالشكر للأخت روضة المهيري أخصائية التخطيط في إدارة السياسات والاستراتيجية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك يا روضة. أيضا كل الشكر للأستاذ خالد الجلاف رئيس فريق عام زايد. أستاذ خالد ما شاء الله أنتم ماخذين من السياسات وماخذين حتى من مختلف الإدارات لتشكيل هذا الفريق. الكل فيهم الخير والبركة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أخذتوا أطباء معاكم؟ نعم كذلك؟ معنا موجودين. نعم أهم شيء ما أخذتوا ندى، بتكون معنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا ندى ما نأخذها في فعالية الدراجات. الدراجات بتسمع خبر طيب إن شاء الله بعد يومين إن شاء الله. لا. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أستاذ خالد، أيضا شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لك. والله ما أدري شو بسوي من غيرك أنا باكر يعني. إيه والله لا 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 شو أنت ما شاء الله مذيع قدير ومخضرم. أنتوا لو تشوفونه شو تسوي في الاستوديو عزام السمعي والله العظيم يعني تحسون هاي مخضرم شيء وتحركين يديك شو يعني. يعني عندك وايد معلومات. يعني انت يعني انت وزنك يعني كبير في مجال الاعلام، تشيل البرنامج كله ان شاء الله ومخضرم 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 وتخبزين. انزين شكرا لك دكتوره ندى. شكرا لك احمد سلامه. احمد سلامه ما شاء الله عليه، بخبرك الحين احمد سلامه عبد الرحمن يرمس معايا زين، وانا ابغى اسمع عبد الرحمن شو يقول، ويدخل لي في اذني يا احمد ما شاء الله صوته عالي يخبق لي طبله اذني يقول لي عادل معاك على لا ان شاء الله احمد بس خلني اسمع الرجال شو يقول. وعندي اليوم ناصر بعد ماسك الكمبيوتر وما مخليني اتحكم فيه، بطالع المسجات اليوم انا نازل فيكم كلكم اليوم ما بخلي حد في حاله. وانت دكتوره ما شاء الله عشان يوم المرأة العالمي باكر. طيب شو عندك باكر وين بتكونين على السريع؟ بكون ان شاء الله في الجامعه الكنديه، عندي مؤتمر عن يوم المرأة العالمي بتكلم فيه عن انجازات وتحديات المرأة. في تحديات للمرأة؟ في تحديات. أنت كنت قلتي لي معوقات المرأة. ما في معوقات. ما في معوقات، في تحديات. إيه تي أبغيك. شكرا لك دكتورة، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.